المدافع التونسي خليل ابو حلاله. انطلق اللقاء بصفره الحكم عبد الهادي الحباس فريق الاخضر. ابو حلاله التونسي حسام عبد المجيد مصعب الكيلاني احمد الحاسي. هذه كره ولكن مرت الى خارج ارضيه الملعب. النادي المنصوري هو اعطاء الراحه وايضا بعض اللاعبين وايضا خاصه للمرحله القادمه. وكن بهكل غريب يضيع اول هدف درس الى العمامي. العمامي يرسل كره طويله، هل تصل الى مادي كوت ولكن تعود ممكن. كره خطيره، كره كراوع لازالت خطيره. الدفاع في المره الثانيه ممكن كراوع ولكن مرت بدا. لو فاز على التعاون يوم يصل الى 17 نقطه. خطيره هذه الكره لجاك بيسان، ممكن لجاك بيسان والتسديد ولكن مرت بسلام الى خارج الملعب. للحجازي يسدد تسديده خطيره ولكن امامنا عبد العزيز فرج هو لاعب سابق كذلك بكفري. الكره الدرنسيه اللي يبحث عن اول اهدافه تلعب كره ولكن تبعد من الدفاع. مهند يلعب كره عند محمد عياد. محمد عياد البديل يفسح الكره بشكل جيد الى يوسفينا يلعب كورته ولكن كورته خارج ارضيه الملعب. الان يوسفينا سدد ولكن تسديده خارج ارضيه الملعب. المادي يلعب كورته وعبد الرحمن كوره ولكن سهله. تعود الكوره تقطع من الكوت الى مهند المنصوري. مهند يرسل الكوره بالراس خطيره. كيف كان يفعلها فريق دار السوري اللي كان يتقدم بها مهند المنصوري لكن فضل ان يلعب كوره. وبذلك مشاهدينا الكرام عبر قناه ليبيا الرياضيه يعلن حكم اللقاء السيد عبد الهادي الحبس عن انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف.